بسم الله الرحمن الرحيم، موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هذه حرص الشرعية على تحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات بعيدا عن ترحيل الأزمات. جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هايل، وأشاد الرئيس بمواقف الولايات المتحدة في هذا الصدد ودعمها لليمن وشرعيته الدستورية في مختلف المراحل وتأكيده على وحدته وثوابته. من جانبه أكد المسؤول الأمريكي دعم بلاده لليمن ووحدته وثوابته وأمنه واستقراره ودعم شرعية الرئيس هادي، وثمن تعاون بين البلدين في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب والتدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة. حققت قوات الجيش الوطني في جبهة البوق بمحافظة صعد انتصارات كبيرة خلال المعارك الدائرة منذ أيام. مصدر عسكري قال إن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية منذ 4 أيام، مؤكدا أن الجيش وبدعم من طيران التحالف تمكن من تحرير معظم المواقع في سلسلة جبال مليلة وإلحاق خسائر كبيرة في صفوف الميليشيا. أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة هجومية لميليشيا الحوثي شمال غربي حرض بمحافظة حجة وكبدتها خسائر كبيرة، وشهد الأسبوع الجاري معارك ضارية بين الجيش والميليشيا في عبس جنوبا مرورا بحيران ومستبأ شرقا وصولا لمديرية حرض. وقال مصدر عسكري أن الميليشيات الحوثية كررت محاولاتها الهجومية كان آخرها صباح اليوم بتنفيذ هجوم شمال غربي حرض دون أن تحقق أي اختراق. وأكد المصدر أن الجيش بإسناد من مقاتلات التحالف تمكن من صد جميع الهجمات التي تنفذها الميليشيا وكبدها خسائر كبيرة. تفقد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز ومعه قائد قوات التحالف في مأرب اللواء الركن عبد الحميد المزيني وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي تفقدوا أبطال الجيش الوطني في جبهة الصرواح غربي محافظة مأرب. وأشاد قائد العمليات المشتركة بما يسطره أبطال الجيش من بطولات وتضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن والثوابت الوطنية، مشددا على رفع مستوى الجاهزية لاستكمال تحرير الوطن من ميليشيا الحوثي. من جهته أكد قائد قوات التحالف في مأرب استمرار تحالف دعم الشرعية في إسناد الجيش الوطني حتى عودة الشرعية واستعادة الدولة من قبضة ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا. قال محافظ الحديدة الحسن طاهر إن الأوضاع في المحافظة تعقدت أكثر مما كانت عليه قبل اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة والحوثيين في ديسمبر من العام الماضي. وفي تصريح صحفي لمحافظ الحديدة كشف عن تجاوز خروقات الميليشيا الحوثية 11,000 خرق نتج عنها مقتل 300 مدني وإصابة الآلاف بجروح، وأضاف أن تجاوزات الميليشيا تسببت في نزوح 30,000 أسرة من الحديدة وتضرر آلاف المنازل والمدارس والمساجد. وأوضح أن الميليشيا تواصل عملياتها العسكرية وتستمر في التحشيد. أصيبت طفلة بجروح بليغة في وجهها عقب استهدافها برصاص قناص حوثي شمال منطقة مورينس بمحافظة الضالع. وأفادت مصادر محلية أن الطفل شام محمد صالح البالغ من العمر 10 أعوام أصيبت برصاصة من جانب الميليشيا الحوثية المتمركزة في جبل ناصا عندما كانت الطفلة في طريق وادي الزيلة شمال مورينس. نفذ عشرات المعلمين بوادي حضرموت وقفة احتجاجية بمدينة سيئون بالتزامن مع زيارة وزير التربية والتعليم للمدينة، وتجمع العشرات من المعلمين أمام صالة بامعبد رافعين لافتات تطالب الوزير بتلبية مطالبهم الحقوقية. وكانت لجنة أنا المعلم نفذت إضرابا مفتوحا عن العمل العام الماضي مطالبين بحقوق مالية وتسويات وظيفية. وفي مدينة تعز واصل عمال نظافة مسيراتهم ووقفاتهم أمام السلطة المحلية للمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ أشهر. ونفذ عمال نظافة اليوم ومتضامنون معهم مسيرة إلى مقر السلطة المحلية المؤقت رافعين شعارات تستنكر إهمال وتجاهل مطالبهم. نهاية الموجز، في أمان الله.